هل الصلاة في العزيزية وما حولها مما هي داخل حدود الحرم تعذر الصلاة في المسجد الحرام؟ المسجد الحرام يشمل الحرم كله، كل ما هو داخل الأميال، كل ما يحرم صيده ويحرم أخذ لقطته، كله حرم، كله حرم، وتضاعف فيه الصلاة والعبادات. وهذه مسألة مهمة يحتاجها الناس اليوم. الناس اليوم يتزاحمون في المسجد الحرام وقت الحج في الصلوات الخمس، ويتزاحمون في رمضان ويتقاتلون، بعضهم يحصل عليه ضرر أو يحصل عليه كسور أو خطر، هذا لا يجوز، لا يجوز. الحمد لله، إما أنك تؤدي العمرة وترجع البلد، وإن أردت البقاء في مكة تروح للعزيزية أو لأي مكان وتجلس فيها وأنت في الحرم وتصلي في مساجد مكة، ولك الأجر عند الله سبحانه وتعالى، أنت في حرم، ولا تضايق الناس وتضيق على نفسك وتعرض نفسك للخطر. مكة كلها ولله الحمد كلها في الأجر سواء، فلو أن الناس أخذوا بهذا لاستراحوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع يوم في اليوم الرابع من ذي الحجة، أدى عمر أدى طواف الإفاضة، أدى طواف القدوم، أدى صلى الله عليه وسلم طواف القدوم لأنه قارن، أدى طواف القدوم ومعه الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي، فسخوا العمرة، فسخوا الحج إلى عمرة، صاروا متمتعين، والذين معهم هدي بقوا على إحرامهم، صاروا قارنين مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأبطح ونزل فيه، ولم يذهب إلى المسجد الحرام، كل أيام إقامته هو في الأبطح، ما ذهب إلى المسجد الحرام إلا للطواف فقط. وأنت تضيق على نفسك أن يعني أن تحرص على الخير من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. العلماء الذين نعرفهم، مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز، ما يروحون يصلون رمضان في الحرم، يصلون في المساجد في العزيزية أو في الشيشة، فيسير على الناس. الشيخ ابن حميد كذلك ما يروح إلا للدرس، وإلا يروح يصلي في مسجد العزيزية عند بيت، هذا فيه توسعة على الإنسان وعلى إخوانه المسلمين وفي رفع للحرج. فليت أن الناس يتنبهون لهذا الشيء.